السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة من الصحافة لهذا اليوم، والتي نصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية والعبرية، وكذا بعض العناوين من الصحافة الإلكترونية. ونبدأ جولتنا لهذا اليوم معكم باستعراض العناوين التي سنناقشها في هذه الحلقة. في الخبر الأول من الجارديان: رسائل جوليو ريجيني الأخيرة قبل وفاته في مصر تكذب مزاعم التجسس المضاد. وفي الاندبندنت أيضا: نقاط تشابه عديدة بين سقوط نتنياهو وترامب. أما في ميدل إيست آي مونيتور فكتبت: مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، بايدن بشدة يدين بشدة الهجوم على مستشفى عفرين. وفي الخبر الرابع من ميدل إيست آي نقرأ أيضا: بايدن وأردوغان يعربان عن تفاؤلهما بشأن العلاقات الأمريكية التركية بعد لقائهما. أما في صحافتنا العربية فاخترنا لكم في القدس العربي بداية: 40 غارة جوية روسية تستهدف مناطق لتنظيم الدولة في البادية. أما في الشرق الأوسط فنقرأ: قمة الأطلسي تحذر من التهديد الصيني للنظام الدولي. وفي خبرنا الثالث نقرأ في الأيام الفلسطينية أيضا: الاحتلال يستنفر قواته ويحول القدس إلى ثكنة عسكرية استعدادا لتنظيم مسيرة الأعلام. وفي الصحافة العبرية أيضا نقرأ في القناة 12 العبرية: دعوة إسرائيلية للتنسيق مع السلطة الفلسطينية لمواجهة صعود حركة حماس. كما وسنكون معكم أيضا في فقرة كاتب ومقال، والذي سيكون بعنوان: عشية القبض على سجل بوتين للكاتب الدكتور يحيى العريضي. أيضا سنكون معكم في جولة آخر محطاتنا ضمن صحبة في قراءة سريعة لأبرز العناوين التي جاءت في موقع الجزيرة نت، وأيضا في الخليج الجديد، كما سنقرأ أيضا ما جاء في صحيفة عربي 21 وأيضا في البي بي سي العربي. نبدأ إياكم مشاهدينا بتحليل هذه العناوين بالقراءة السياسية، وتحديدا من الصحافة البريطانية لهذا اليوم. معنا من لندن الصحفي عادل الحامدي ليطلعنا على القراءة السياسية لأبرز ما جاء في الصحافة البريطانية. أرحب بك معنا أستاذ عادل الحامدي. رسائل جوليو ريجيني الأخيرة قبل وفاته في مصر تكذب مزاعم التجسس المضاد، عدنا مرة أخرى لإحياء قصة ريجيني، ما الجديد ولماذا أستاذ عادل؟ أستاذ جهاد، أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين الكرام بكل خير. طبعا تقرير صحيفة الجاردن حول المعلومات الجديدة ورسائل فيسبوك التي يحملها الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، والذي لقي حتفه على يد المخابرات المصرية كما تقول أغلب التقارير والتحقيقات التي تمت في هذا المجال، تأتي في سياق المعلومات التي كشف عنها أو الرسائل التي وجدت على صفحته مع أصدقائه هنا في المملكة المتحدة في أواخر العام 2015 بداية العام 2016، عندما كان ذاهبا أو قرر الذهاب إلى مصر. يقول التقرير بأن جوليو ريجيني أيضا قال بأنه كان يتوقع بعض الممارسات غير السارة في ذهابه إلى مصر للبحث في دور النقابات العمالية، لكنه كان يتوقع بأن الأسوأ إذا حصل له حاجة سيئة فإن الأسوأ هو أن يتم ترحيله. يقول التقرير بأن الرسائل التي المحمولة بين أو الموجودة بين جوليو ريجيني وأصدقائه تشير إلى ربما استطلاعاته السلبية حول واقع الحريات في مصر آنذاك، وحول آرائه السلبية التي سجلها حول واقع الحريات في مصر، وأنه كان يحاول عبر الباعة المتجولين أن يؤمن الوثائق والمعلومات الضرورية لإنهاء أطروحته حول موضوع النقابات العمالية في مصر. التقرير أيضا أهمية أستاذ جهاد تكمن في أنه
يحمل ربما رسائل تشير إلى أن جوي روجيني تعرض إلى متابعة من الجهات الأمنية، وأنه أرسل إلى بعض أصدقائه قال لهم بأنه لاحظ شابة مصرية مرتدية للحجاب، وأنها التقطت له صورة على جوالها، مما ربما جعله يشك في أنه محل متابعة من الجهات الأمنية، وهذا أيضا ما جعله أيضا يأخذ كل احتياطاته في تحركاته في مصر. لكن تم اختطافه ذات مساء بينما كان ذاهب لربما أمسية وسط القاهرة، تم اختطافه نعم. ووجد بعد ذلك مقتولا. ملخص التقرير في صحيفة الجارديان يؤكد مرة أخرى بأن كل المعلومات والرسائل والمعطيات تشير إلى أن الطالب الإيطالي تم استهدافه عنوة، وقد تم التخطيط لذلك، وأن الجهة المستفيدة من إخفائه هي جهات لها علاقة بالنظام المصري الحديث. طبعا التقرير يأتي بينما لا يزال سجل النظام المصري في موضوع الاختفاء القسري، وفي موضوع الاختفاء القسري، وفي موضوع التعذيب والاعتقالات والإعدامات، ربما لا يزال كبيرا للغاية ولا يزال أسودا أيضا. ونحن نعلم بأن هذا التقرير يأتي بينما تمت المصادقة يوم أمس على إعدام نحو 12 من المعارضين السياسيين، نعم. وبعضهم من قيادات الإخوان، وتأكيد المؤبدات بعدد مئات من المعتقلين الآخرين، وهو ما يؤكد مرة أخرى بأن النظام المصري ما زال في ذات الطريق، أي ذات النهج الذي لا يراعي حقوق الإنسان، ولا يراعي أيضا القوانين الناظمة لحقوق الإنسان في العالم. نعم. في الاندبندنت أيضا أستاذ عادل نقاط تشابه عديدة بين سقوط نتنياهو وترامب. فعلا البعض بدأ يعقد المقارنات بين ترك نتنياهو وترك ترامب. ماذا في التفاصيل؟ ما أوجه الشبه بين ترك الرجلين؟ طبعا ربما الدافع إلى التشابه بين الشخصيتين أن كلاهما يميني متطرف، وكلاهما شعبوي، وكلاهما يعتمد على الخطاب الراديكالي في مواجهة الآخر. ربما يشير التقرير إلى أن ترامب كان قد انتقد بشكل لافت للانتباه أثناء حملته الانتخابية وحتى أثناء توليه الرئاسة السود، وكان عنصريا في مواجهته أو في معارضته أو ربما في هجومه على السود، مثلما كان نتنياهو ربما دمويا ووحشيا في علاقته مع الفلسطينيين. ويشير التقرير إلى أن الحرب الأخيرة، حرب 11 يوما، كانت هي أيضا محاولة من نتنياهو لغلبة الدم على الموضوع السياسي، وهو محاولة للهروب من إسقاطه بعد 12 عاما من رئاسته للحكومة. ويشير التقرير إلى أنه رغم أن المقارنة بين الرجلين ربما تبدو بعيدة نوعا ما، لكن الخطاب الشعبوي لدى كل من الشخصيتين، وأيضا الاعتماد على اليمين المتطرف، ثم أيضا الاعتماد على تصعيد الخطاب نحو عدو خارجي يجعل من إمكانية تصدرهما للمشهد واردا، أن هذا لم يعد مجديا الآن في الواقع الحالي، وأن هذه الورقة التي لعبها ترامب كما لعبها نتنياهو في الأعوام الماضية لم تعد صالحة الآن، وأن العقل السياسي ربما كان أرجح هذه المرة، وأن التحالف اليساري، إذا جاز التعبير، ربما اليساري اليميني بين 8 أحزاب في إسرائيل، كان ربما أقوى رغم كل ما يعتريه من هشاشة كما يقول التقرير، كان أقوى من ربما مبررات نتنياهو. ويشير التقرير مرة أخرى إلى أن الوضع إذا كان بإمكانه أن يعود بمثل خطابات نتنياهو وربما ترامب، فإن عودتهما ليست على الأقل في الوقت الراهن، نعم. وأن عودة قد تأخذ بعض الوقت. ويشير إلى أن سقوط كل من نتنياهو وترامب كان بسبب هذا التغير في المزاج السياسي، وأيضا في الإنتاج إذا جاز التعبير الذي حققه كل من نتنياهو وكل من ترامب على الأرض. نعم. لو انتقلنا إلى ما جاء في ميدل إيست مونيتور، مبعوث الأمم
المتحدة إلى سوريا يدين بشدة الهجوم على مستشفى عفرين، ماذا سيستفيد الضحايا من هذه الإدانة وقد تكررت سواء أمم المتحدة أو من الدول؟ بالنهاية ماذا يستفيد الضحايا وذويهم أستاذ عادل؟ ربما الفائدة الأساسية من هذه الإدانة رغم أنها لا تجدي نفعا على مستوى المادي، أي أنها لن توقف العدوان الذي يشنه النظام السوري وقوات النظام السوري وأيضا المدعوم من روسيا وإيران، لن تستطيع أن توقف هذه الأعمال الإجرامية الوحشية، لكنها مرة أخرى تؤكد للعالم بأن ما يجري بحق الشعب السوري هو جرائم ضد الإنسانية، وأن كل من يساهم في هذه الجرائم يجب محاسبته ومعاقبته. أهمية هذه التصريحات أستاذ جهاد لا تكمن فقط في أنها تسجل عمليا شهادة دولية على أن هذه القوات قوات النظام السوري ترتكب جرائم حرب ضد شعبها، وإنما أيضا تسجل أيضا شهادة قانونية أمام المحاكم الدولية وأمام القضاء الدولي، وأيضا تمثل مادة خصبة للمنظمات الحقوقية والمنظمات القضائية والقانونية للاستناد عليها لمساءلة الأطراف المعنية بهذه الجرائم وعلى رأسها النظام السوري وكل من يدعمه، أي هنا روسيا وإيران. وبالتالي أهمية هذه التصريحات لا تكمن في جانبها المباشر على الأرض، أي أنها لها تداعيات مباشرة يمكنها أن توقف النزيف الدموي الآن أو الجرائم الآن، لكنها يمكن أن تمثل سندا قانونيا وقضائيا للمجتمع الدولي وللسوريين من أجل أن يحاسبوا المسؤولين عن إراقة دمائهم. هذا هو الجانب الإيجابي منها. أما الجانب السياسي فإنها أيضا تؤكد مرة أخرى للمجتمع الدولي بأن الأطراف الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة المعنية بالبحث عن حل سياسي للأزمة السورية مجبرة الآن على وفق القوانين الدولية لحماية ما تبقى من السوريين، مجبرة على الضغط على الأطراف لوقف هذه الأعمال العدائية والأعمال الإجرامية وحماية الإنسان منها بالتأكيد. نعم، طبعا السوريون والفلسطينيون وغيرهم يتساءلون، يعني منذ سنوات ترتكب الجرائم وتجري الإدانات على مستوى المبعوثين وحتى على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة، والكل ينتظر المساءلة الدولية الغائبة بطبيعة الحال. في الخبر الأخير أستاذ عادل نقرأ في ميدل إيست آي، بايدن وأردوغان يعربان عن تفاؤلهما بشأن العلاقات الأمريكية التركية بعد لقائهما، هل قرأت شيئا إيجابيا يمكن أن يغير من طبيعة الشد الذي لازم العلاقة بين أردوغان وبايدن تحديدا أستاذ عادل؟ طبعا ميدل إيست آي ربما التقرير يشير منذ البداية إلى أنك لست في واردي أن تقرأ مؤشرات أو أخبار ماثلة أمامك وتصريحات تشير إلى تحول حقيقي في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، لكنه يشير إلى أن الأمر يتعلق فقط بتصريحات تصريحات للزعيمين، أي للرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس جو بايدن. قال التقرير بأن الرئيسين اجتمعا لوحدهما على انفراد لفترة من الزمن، وقال بأن المعلومات التي الصادرة عنهما شحيحة للغاية. فقط ما أشار إليه التقرير هو هذا التفاؤل الذي عبر عنه كل من الرئيسين أردوغان وبايدن، لكن التقرير أشار إلى النقاط الخلافية بالتأكيد، وأشار إلى يعني التحفظات سواء التركية أو الأمريكية في العلاقة بين البلدين. فأشار مثلا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بعدم حصول تركيا على نظام S-400 من الأسلحة S-400 من روسيا، وأيضا كان بأن الولايات الأمريكية عاقبت تركيا بعدم شملها ضمن المقاتلات F-35. ثم ذهب أكثر من ذلك، قال بأن تركيا لديها تحفظات على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجماعات كردية سورية لها علاقة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا بالتنظيم الإرهابي. لكن التقرير رغم كل هذه التحفظات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلا أنه يشير
إلى أن كل من الرئيسين أبدى استعداده لطي هذه الصفحة من العلاقات السيئة والذهاب نحو علاقات إيجابية، وأن التصريحات الصادرة عنهما أي عن أردوغان وبايدن تشير إلى أننا ربما بإزاء بعض المعطيات الجديدة لم يكشفا عنها، ولكنهما يعبران بالتأكيد عن توجهات قد تكون جديدة في رسم ملامح للعلاقات التركية الأمريكية، لا سيما وأنهما كلاهما حظ في حلف الناتو وكلاهما يحتاجه الآخر في الدفاع عن مصالح الطرفين في المنطقة. نعم، وأيضا لقاؤهما يسبق لقاء بايدن مع بوتين، وطبيعة العلاقة المتشنجة بين أمريكا وروسيا والدور التركي المرتقب لربما بالاقتراب من هذا الطرف أو ذاك. كل الشكر لك الأستاذ عادل الحامدي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. الجولة التالية مشاهدينا نبقى فيها معكم مع هذه الأخبار الدولية. في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ: لا تغيرات تجاه الجيران العرب مع تولي حكومة بنت لابيد. لقاء بايدن وأردوغان هل سيخفض التوتر بين البلدين؟ أخيرا دفع نتنياهو ثمن سياساته الشعبوية. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جيران إسرائيل العرب لا يتوقعون تغييرات جوهرية في القضايا التي تهمهم بفعل انتهاء عهد نتنياهو ومجيء حكومة جديدة. وقالت الصحيفة إن المهتمين بالقضية الفلسطينية لا يرون تغييرا بين الحكومات الإسرائيلية، فكلها متشابهة من وجهة نظرهم. ولفتت الصحيفة إلى أنه مع تولي نفتالي بنت رئاسة الحكومة الجديدة لا توجد دلائل على أن أي من الدول العربية المطبعة مع إسرائيل تفكر في التخلي عن اتفاقيات التطبيع. تناولت صحيفة واشنطن بوست اللقاء بين الرئيس بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل متسائلة إن كان سيخفض التوتر بين البلدين. وقالت الصحيفة إن أردوغان اعتبر قبل مغادرته تركيا أن ما يقال عن العلاقات الأمريكية التركية مجرد شائعات، مقترحا أنهما سيضعان هذا في الخلف ونتحدث عما يمكن أن نعمله معا. وكانت آخر مرة التقى فيها بايدن مع أردوغان عندما كان نائبا للرئيس أوباما، حيث جاء إلى أنقرة في 2016 لنفي الاتهامات عن دور أمريكي في المحاولة الانقلابية الفاشلة. قالت صحيفة ديلي تيليغراف إن بنيامين نتنياهو الذي تسيد السياسة الإسرائيلية بمزيد من الانقسام والشعبوية اليمنية خرج من المشهد السياسي. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة استطاعت الحصول على الغالبية بدعم واحد من أحزاب الأقلية العربية التي طالما قام نتنياهو بشيطنتها، بالإضافة لثلاثة تلاميذ سابقين لنتنياهو شعروا بالخيبة من رئيسهم وهم نفتالي بنت وأفيغدور ليبرمان وجدعون ساعر. وتخلى الثلاثي الذي أنشأ كل واحد منهم حزبه المتطرف عن خلافاتهم وصوتوا كلهم لصالح تجريد نتنياهو من منصبه. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، نذهب وإياكم الآن ضمن الفقرة التالية وهي مقال اليوم والذي جاء تحت عنوان عشية القبض على سجل بوتين. ضيفنا فيه للقراءة السياسية الدكتور يحيى العريضي الكاتب والصحفي، سيكون معنا عبر سكايب من باريس. أرحب بك معنا دكتور يحيى. لو ابتدأنا بالحديث، ما هو المتوقع أو أبرز المتوقع للقاء المقبل المرتقب بين بايدن وبوتين إن أردنا القراءة السياسية الاستباقية دكتور؟ مساء الخير لكم ولمتابعيكم. مساء الخير وشكرا للمحطة لاختيارها مقالي حقيقة، والمستقى من عنوان لمسلسل أو فيلم لفاتن حمامة ليلة القبض على فاطمة، وغيرته قليلا بحيث قلت ليلة القبض على سجل بوتين، والعبارة سجل
تحمل المعنى السلبي. أعود لسؤال حضرتك حول المتوقع، وكما برز في المقال عمليا الأجواء متوترة جدا بين الفريقين، وهذه ملامح تذكرنا بالحرب الباردة على مدار عقود من الزمن، لأن بوتين عمليا يستشعر بأنه يستطيع أن يعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي رغم نعم دكتور، تسمعني دكتور؟ كان نعم. إذن طبيعة المقال حتى يعود ضيفنا مرة أخرى، كان يتحدث عن طبيعة ما يمكن أن يحدث في اللقاء المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو على لقاء قريب تترقبه الأطر السياسية والصحافة العالمية بطبيعة الحال للحديث حول أبرز ما يمكن أن يكون على طاولة البحث بين الرئيس الأمريكي وكذا الرئيس الروسي، مع وجود قضايا وملفات ساخنة جدا وخلافات بطبيعة الحال، بل واتهامات كانت بين واشنطن وبين موسكو، وبالتحديد منها ملف الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، سواء على صعيد هيلاري كلينتون الديمقراطية التي ينتمي لها بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أو حتى في الانتخابات التالية التي اتهم فيها بالتدخل في فوز الرئيس ترامب. إذن كانت هذه أبرز النقاط التي كنا سنتحدث فيها بطبيعة الحال مع ضيفنا الدكتور يحيى العريضي. عدت معنا دكتور؟ عدت، هناك اتصال حقيقة دخل على الخط من نعم. أخرى. على أي حال كنا نتحدث عن ما هو متوقع من هذا نعم. الاجتماع. نعم، اللقاء المرتقب. نعم، اللقاء المرتقب أعتقد التوقعات ليست بالكبيرة، وكل جهة من الجهات التي ستناقش قضيتها في هذا الاجتماع أعتقد بأنها تتوقع أنها ستكون مدرجة على جدول أعمالهم، لكن بنسب قليلة أعتقد أن المصالح الأمريكية والمصالح الروسية هي التي ستحتل المقام الأول في هذا اللقاء. بالنسبة للقضية السورية وهي بالنسبة لنا شأن أساسي، أعتقد ستفتح وبشكل جاد، ويعبر الرئيس الأمريكي عن الالتزام بالقرارات الدولية التي أيضا يعبر عنها بوتين بأنه ملتزم بها، لكنه عمليا كلاميا. ومن هنا نلاحظ مسألة التناقض في المنهجية أو المقاربة الروسية للقضية السورية، تتحدث بشيء وتنفذ شيء آخر. عمليا هذا التناقض معروف، أن العمل السياسي يختلف نعم. عن العمل الأمني، وبوتين يتصرف بحالة بمسلك أمني، وهي نابعة عمليا من ديكتاتورية يريد من خلالها أن ينفذ المآرب الأساسية. نعم، هناك من يسأل دكتور يحيى، هل تكفي أمثال هذه اللقاءات، يعني لقاء نصف ساعة ساعة على هامش لقاءات قمم أخرى، هل تكفي لتغيير منهجيات الدول استراتيجياتها في النظرة الخارجية للدول الأخرى؟ يعني البعض يقول لربما تكون هذه مجرد مجاملات أو للتعارف أكثر أو ما شابه ذلك، لكن سياسات الدول تبقى كما هي، هل هذا سينطبق لربما على اللقاء القادم بين بوتين وبين بايدن؟ أعتقد ينطبق نسبيا على هذا بالنسبة لهذا اللقاء، لكن نحن نتحدث الآن عن قوتين تعتبران الأعظم في العالم، الولايات المتحدة بدون منازع، ومساعي بوتين لتكون روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي وقوة عظمى. كسر الجليد بينهما بحكم توتر العلاقات بين البلدين مسألة مهمة جدا. على الأقل هناك وضع نقاط على الحروف. تبيان بايدن وهو محمل عمليا بملف مرعب بالنسبة لبوتين، وموصى من قبل الكونغرس الذي هو المتصرف بشؤون السياسة الأمريكية، والتي عمليا بايدن يريد أن يكون مدعوما
من قبل هذا الكونغرس موصى ببعض النقاط التي تجعل الحديث معه وكأنك تتحدث مع هتلر. نعم. عمليا يوعظ أو بمسلك عدم التدخل بالشؤون الدولية، وهو أكثر جهة تتدخل بالشؤون الدولية اعتبارا من الشيشان للقرم لأوكرانيا لجورجيا، تدخلات هائلة، وينهي الآخرين عن الفعل ذاته، ومن هنا تكون تناقضات في تلك نعم. السياسة الخارجية الروسية. نعم، التصعيد الحالي دكتور كيف يمكن قراءته؟ هناك تصعيد بدأ بعد إعادة انتخاب رئيس النظام السوري بشار الأسد، هناك قصف لمستشفى يعتقد أن روسيا هي من قصفت، هناك غارات شديدة على البادية السورية بدعوى مواجهة تنظيم الدولة، هل هي رسائل يستبق بها بوتين هذا اللقاء؟ كيف يمكن أن يقرأ الأمريكيون هذه الرسائل دكتور؟ تماما، قرأت المسألة بشكل دقيق صديقي. عمليا كل لقاء وخاصة قمة من هذا النوع تستبق عادة ببعض الأحداث من أجل أن تكون أوراق بيد المتحاورين أو المتناقشين. هذه الأمور ما حدث عمليا على التصعيد تشكل نوع من الضغط على الولايات المتحدة وعلى جهات معينة ترتبط بالولايات المتحدة وبحمايتها إن صح التعبير. فعندما تعبر روسيا بهذه الطريقة البشعة، إن كان صحيحا نحن لا نجزم بأن روسيا هي الفاعل، ربما أدواتها ربما هي فعلت ذلك، لكن عمليا عندما يتم أمر من هذا النوع نجد بأنها تشكل ورقة واضحة للضغط على الجانب الآخر. لكن الولايات المتحدة تعرف ولديها أقمار صناعية وتعرف بدقة من فعل تلك الفعلة، وبوتين من جانبه معروف بأنه يستعرض أسلحته في سوريا بكل سورية، ويتباهى بأنه استخدم أكثر من 250 صنف من الأسلحة على الأرواح والدماء السورية، وهذه أمور واضحة. هل يمكن أن نشهد توافقا أكثر فيما يخص السعي الروسي لإغلاق كافة المعابر فيما يخص الشمال السوري؟ هناك يعني رسائل رضا أمريكي يبدو بهذا الاتجاه، هل يمكن أن تكون هذه النقطة نقطة إيجابية للانطلاق نحو التوافق ولو بمعيار محدد برأيك؟ المفارقة هنا عمليا مسعى الولايات المتحدة أن تبقي هذه المعابر مفتوحة، وأعتقد أنها تصيب بهذا الموقف، مصيبة جدا بهذا الموقف، لأن المسألة تتعلق بحياة على الأقل 5 ملايين سوري. ومن هنا نلاحظ روسيا التي تدعي الحرص على سوريا بأنها لا تكترث على الإطلاق بهؤلاء 5 ملايين المعتمدين على هذا المعبر، وهي تستخدمه بحالة ابتزازية، تقول بأن المعبر يجب أن يبقى تحت سيطرة النظام. تحت سيطرة النظام بإمارة ماذا؟ هل هذا النظام سيد؟ هل له أي قوة؟ هل هو يتصرف بمفرده؟ إذا كانت الانتخابات هي من أوعز بها روسيا بشكل أو آخر، فعمليا تتضح هنا هذه المواقف بأن ما يعني روسيا مصالحها درجة الأولى وخاصة المادية منها بعد أن فعلت ما فعلت. نحن عاملين ما تسوم وتأخذ من الورقة السورية ورقة مساومة مرة من آخر. عمليا يظهر الولايات المتحدة بأنها تعنى بحياة الإنسانية أكثر مما هو يدعي، أكثر مما يدعي بوتين، وعمليا هذه أيضا نقاط سوداء تسجل في سجله. فالمعابر مسألة مهمة تتعلق بحياة ملايين الناس، وأعتقد أن سوريا تأخذ رهينة وتأخذ ورقة مساومة من قبل أطراف كثيرة. هذه المنظومة الاستبدادية التي تحكم سوريا سلمت سوريا لقمة سائغة لكل تلك القوى الموجودة على أرضها لتستبيحها وتأخذها ورقات ابتزاز وتساوم بها من أجل مصالحها، ولا ننسى بالتأكيد إيران التي أيضا تأخذ منها ورقة مساومة من أجل ملفها النووي. نعم. والذي بالتأكيد سيكون مدرجا على جدول الأعمال في تلك القمة. نعم، أخيرا اللقاء المرتقب بين بوتين وبايدن سبقه لقاء بين أردوغان وبايدن، هل يمكن لما يمكن الحديث عنه من نتائج إيجابية كما تحدث البعض، هل يمكن أن ينعكس على طبيعة الأجندة بين روسيا وأمريكا في اللقاء المرتقب؟ هل تشكل تركيا شيء
بتحريك بعض الملفات لربما بين الطرفين؟ بالدرجة الأولى بالنسبة للحالة السورية، الدولة الأطول حدودا بينها حدود سوريا هي تركيا، أكثر من 800 كيلومتر. من جانب آخر، هذا اللقاء الثنائي بين القمة بين أردوغان وبايدن عمليا كسرت الكثير من الجليد الموجود، العلاقات في حالة التوتر نسبيا. والوقت نفسه أيضا تدرك الولايات المتحدة بأن هناك علاقة خاصة تطورت بين تركيا وروسيا، لكنها تعرف تماما بأنها علاقة مصالح. معروف عضوية تركيا في الناتو، ومعروف موقف بوتين تجاه الناتو بشكل عام، وتركيا حالة متقدمة في حلف الناتو بحكم الجغرافيا. هذه الجوانب مهمة جدا بالنسبة للقاء. أيضا العلاقات بين الجهتين، يمكن أن يقول المرء بأن تركيا تسعى إلى اللعب على الحبلين، تريد ألا تخسر روسيا وتمثل علاقتها مع الولايات المتحدة، وإن أرادت أن تضغط على روسيا فهي تستخدم الولايات المتحدة لفعل ذلك، والعكس صحيح على روسيا بحكم علاقتها مع أمريكا. وأيضا من الجانب الأوروبي، خففت أو جعلت العلاقات أكثر راحة مع الجانب الأوروبي. عندما تكون الأمور بين الولايات المتحدة وتركيا بشكل جيد، أعتقد أيضا ينسحب ذلك على علاقة تركيا مع أوروبا. أعتقد لقاء ناجح كما عبر عنه الفريقان. من هنا أعتقد أن ذلك بشكل عام، وبحكم جيرة مع تركيا واحتضانها لا يقل عن 5 ملايين وخمسة على الحدود، نصف كان سوريا تقريبا، أعتقد أن ذلك اللقاء الناجح سيؤثر إيجابيا على اللقاء القادم غدا وعلى القضية السورية بشكل عام. كل الشكر لك دكتور يحيى العريضي الكاتب، كنت معنا من باريس عبر سكايب. كل الشكر لك على هذه المشاركة ضمن برنامج جولة الصحافة. مستمرون معكم بطبعة الحال لمشاهدينا، جولتنا مستمرة لكن بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، جولة الصحافة مستمرة معكم. فقرتنا التالية قراءة في أبرز ما جاء في الصحافة العربية، ضيفنا فيها الصحفي علي حسون. أرحب بك معنا أستاذ علي. أهلا وسهلا، تحية كورونا. لو تحدثنا بداية أستاذ علي، القدس العربي عنونت 40 غارة روسية على البادية لاستهداف تنظيم الدولة، هل ما زال هناك شيء اسمه تنظيم الدولة؟ يحتاج هذه الغارات الكثيفة أم أنها رسائل كما تحدثنا قبل قليل مع ضيفنا يحيى العريضي، رسائل للقاء المرتقب بين بايدن وبوتين؟ الملف السوري سيكون حاضرا غدا الأربعاء بين الخصمين الندين إذا صح التعبير على الأرض السورية والتراب السوري، جو بايدن وفلاديمير بوتين. ولكن على كل أحوال، في الوقائع المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن 40 غارة قام بها سلاح الاحتلال الروسي على الأراضي السورية، على ما يفترض أنه هجمات على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية داعش الإرهابية في البادية السورية. نعم. ولكن ما خفي منها ربما أعظم وسيتظهر لنا غدا بعد اللقاء المرتقب. على كل أحوال، الملف الأهم على التراب السوري كان الجريمة والمجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الكردية، منظمة ميليشيا PKK الإرهابية، والتي حصدت الكثير من الانتقاد والكثير من النقد، ولكن مع تفعيل مع تجهيل الفاعل، وهنا المشكلة الحقيقية. فرنسا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، المندوب المبعوث الأممي لسوريا، كل أدان بدون ما نعرف من الذي، ولكن وكأنها صواريخ أتت من غير الفضاء كوكب، واستهدفت المدنيين الأبرياء وأوقعت 27 قتيلا وعشرات المصابين من المرضى والطواقم الطبية على على كل حال. وهو ما يذكرنا بما حدث الأسبوع الماضي من استهداف للحوثيين في لمحطة وقود في مأرب، ونفس الإدانات كانت حاضرة ولكن مع تجهيل الفاعل ودعوة دائمة للعودة إلى القرارات الدولية. وكأن هذه الدول أصبحت جمعيات خيرية تستطيع أن تستقطب وأن تفرض السلم الأهلي وأن تحمي المدنيين بمجرد دعوات دون تسمية الفعل المدعوم منذ سنوات طويلة، وتحديدا منذ العام 2014 بدء التحالف العسكري لقتال
الإرهابيين في سوريا دعم عسكري ومادي، وهذا ما تحدث عنه الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، وطالب المجتمع الدولي بتدخل عسكري لوقف مثل هذه الاعتداءات التي يبدو لي على أنها لن تقف. على جهة ثالثة، النظام السوري أيضا قام بقصف للمناطق خفض التصعيد في إدلب، وأدى ذلك إلى سقوط جرحى وشهداء بينهم أطفال، وهو ما يشي بتنسيق أمني وتنسيق الضربات بين إرهابيي النظام السوري وإرهابيي الميليشيات الكردية. نعم. لو انتقلنا إلى عنوان جاءت به صحيفة الشرق الأوسط، قمة الأطلسي تحذر من التهديد الصيني للنظام الدولي. بدأنا نستمع لهذا النمط من المهدد القادم وهو الصين. هل تنجر أوروبا مرة أخرى لذيل ما تريده السياسة الخارجية الأمريكية برأيك؟ لنعيد ترتيب الموقف. نعم. وكأن جوي بايدن أراد إعلان أولويات إدارته للسياسة الخارجية من بروكسل عبر ترميم علاقته مع حليفه القديم الاستراتيجي الأوروبي، بالقول أن المواجهة الصين وروسيا هو عنوان المرحلة المقبلة في سياسة الولايات المتحدة، ويتقدم على سواه من الملفات سواء ما يتعلق بالشرق الأوسط أو ما يتعلق تحديدا بالكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية، وإن كان العدوان الأخير قد قدم القضية الفلسطينية في أوراق. نعم. الإدارة الأمريكية أو خربط. نعم. يعني السياسة التي كان يرسمها جو بايدن. على كل أحوال، بعد أن كان هذا الحلف كما قال ماكرون منذ أشهر أصيب بسكتة دماغية، اليوم ربما المضادات الحيوية الأمريكية تحاول إعادة إحياء هذا الاتفاق، وهو ما عبر عنه البيان الختامي الصادر عن قادة حلف الناتو، وإحياء الكلام عن البند الخامس الذي يتحدث عن الدفاع المشترك بين الأعضاء، وقول جو بايدن وتحتها 1000 خط أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع المقدس عن الاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا. ودعنا نقف عند تركيا التي طالما نبح صوتها وهي تقول يا إخوان نحن نتعرض لهجمات إرهابية وأنتم تمولون هذه الهجمات، لماذا لا نفعل البند الخامس؟ يبدو أن جو بايدن أراد من جديد أن يرسم علاقة مع الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وهذا ما شاهدناه حتى في اللقطات الحية للقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الملف الصيني والمواجهة مع الروس وتحديدا وأيضا إيران يعني ستكون على مستويات مختلفة بميادين مختلفة وبأدوات مختلفة. نعم. على الصعيدين السياسي والعسكري، بالميادين الجغرافية وفي البر وفي الفضاء وفي البحر في بحر الصين، وعلى مستوى التكنولوجيا وتحديدا تقنيات الجيل الخامس. نعم. هذا يدفعنا إلى يعني السؤال التالي، طالما أصبحنا أمام حالة من الاستقطاب، عدنا لما سماه بعض الصحفيين والكتاب بالحرب الباردة، لكن هذه المرة مع الصين، عندما نتحدث بهذا الإطار هل نتحدث عن توقع لجهد مقابل صيني روسي لربما في مقابل هذا الاستقطاب الجديد الذي سيأتي به بايدن؟ لو انطلقنا مما قاله الأمين العام لحلف الناتو، استخدم تحديدا هذه الكلمة الحرب الباردة، لا نريد حربا باردة، وحاول التفريق بين روسيا والصين بالقول أن الصين ليست خصمنا ولكنها تشكل يعني تهديدا لأمننا، وتحديدا ما تحاول السيطرة على بنانا التحتية الاستراتيجية، وهنا يشي بخوف أمريكي أوروبي من الجهد المشترك الذي تحدثت عنه الآن من على مستويين السياسي والعسكري غير مسبوق بين الحليفين الغير معلنين. نعم. بشكل الصين واضح الصين وروسيا. لو انتقلنا إلى ما جاءت به صحيفة الأيام الفلسطينية، أستاذ علي، قالت الاحتلال يستنفر قواته ويحول القدس إلى ثكنة عسكرية استعدادا لتنظيم مسيرة الأعلام. يعني أصبحت مشكلة مسيرة الأعلام والقبول والمزاودة يعني أصبحت إشكالية إسرائيلية داخلية يتسابق الجميع لنيل من يأخذ الراية فيها، لكن لربما لم يقرأ أحد ماذا يمكن أن يترتب عليها من تداعيات. هل تستطيع الحكومة الجديدة الحالية الهشة أن تقود تداعيات ما يمكن أن يترتب على هذه المسيرة؟
حسابات صهيونية داخلية أدت إلى قرار وزير الأمن الداخلي الصهيوني بارليف بإعطاء الضوء الأخضر لهذه المسيرة، ما يسمى مسيرة العمل المتنازع عليها منذ أيار الماضي في الداخل الصهيوني. وهنا يجرنا إلى الحديث على مستويين: مستوى لماذا اتخذ هذا القرار الآن، ومستوى كيف يتم التحضير له. وكأننا نقول أن الصهاينة اليوم يريدون، أو الحكومة الصهيونية الجديدة تريد أن تقول أن بنيامين نتنياهو نحن أشد تطرفا منه، ونحن ما طرحه بنيامين نتنياهو نفسه في نقاشات الكنيسة الصهيوني بأنكم لن تستطيعوا أن تقوموا تحموا أمن الدولة، هذه الدولة أو الكيان المزعوم، يريدون الرد عليه. أما على المستوى الآخر فهي عملية استنفار كامل على مستويين وبين طرفين. على المستوى الشعبي عند الفلسطينيين أصحاب الأرض هناك استنفار في أراضي 48، القدس، الضفة الغربية وغزة، وعند الصهاينة هناك استنفار شعبي داخلي خلال هذه المسيرة. على المستوى الأمني هناك استنفار في كافة أجهزة الأمن الصهيونية، الشرطة تقول أنها استنفرت، الجيش يقول أنه استنفر، قوات المستعربين والقوات الخاصة مستنفرة، والقبة الحديدية مستنفرة وتم تعزيزها ببطارية جديدة. هذا الأمر يشي بأن الصهاينة وعوا تماما أن قواعد الاشتباك قد اختلفت، وأن من يملك زمام المبادرة اليوم هو حركة المقاومة الإسلامية حماس تحديدا، ولكن هذه الحركة لن تستطيع أن تقف وحدها، وهو ما قالته للشارع الفلسطيني. نحن مجددا بحاجة إلى تجديد العهد بوحدة الجدد الفلسطيني ومنظومة الدفاع الفلسطينية الوطنية المتكاملة. نعم، وهو على ارتباط بما سنتحدث به بعد هذا الفاصل بما قالته القناة الثانية العبرية، دعوة إسرائيلية للتنسيق مع السلطة لمواجهة صعود حماس. سيكون لنا حديث بهذا الإطار بطبيعة الحال، لكن بعد هذه الجولة من الأخبار المنوعة. مشاهدينا فابقوا معنا. في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ: صدفة تقود إلى كنوز وآثار في شقة يملكها قاض في مصر. ثري مجهول يدفع 28 مليون دولار لمرافقة بيزوس إلى الفضاء. مفاجأة في دماغي مريضين بالألزهايمر. أعلن قاض مصري التحفظ على شقة في حي الزمالك بالقاهرة ووضع محتوياتها تحت الحراسة بعد أن قادت الصدفة إلى الكشف عن كنز غير مسبوق ما يزال يشغل الرأي العام. وجاء قرار القاضي عقب إعلان إثبات وجود قطع أثرية ولوحات فنية تاريخية ثمينة في الوحدة السكنية دون إثبات حيازة رسمي. وتبين أن صاحب الشقة هو قاض مرموق تدرج في مناصب قضائية في مصر وسلطنة عمان والكويت، ويقيم خارج مصر منذ أكثر من 20 عاما ويتردد عليها في الإجازات. دفع أحد الأثرياء مبلغ 28 مليون دولار لقاء الفوز بمزاد على تذكرة للمشاركة في أول رحلة سياحية إلى الفضاء، وسيكون في عدادها مؤسسها جيف بيزوس. وتقدم الفائز الذي ستعرف هويته في الأسابيع المقبلة على نحو 20 مشاركا في المرحلة النهائية من المزاد، واستغرقت المنافسة أقل من 10 دقائق عبر الإنترنت. وكان المقعد طرح للبيع بالمزاد في مايو الفائت، وبلغت المزادات الخميس 4.8 ملايين دولار. عثر باحثون بشكل مفاجئ على كميات من معدني الحديد والنحاس في دماغي مريضين متوفيين كانا يعانيان من مرض ألزهايمر. ووفقا للبحث المنشور في مجلة، قد فوجئ العلماء بوجود كميات صغيرة من نوع معين من النحاس والحديد داخل عينات من رواسب بروتين بيتا إميلوبيد المرتبط بالمرض. والحديد والنحاس معدنان ضروريان لبقائنا على قيد الحياة، ويلعبان أدوارا أساسية في النمو البشري والتمثيل الغذائي، لكن من غير المتوقع أن يتواجدا داخل خلايا الدماغ. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، وتواصلنا معكم في القراءة لأبرز ما جاء بالصحافة العربية. أما الآن فالجولة في الحديث حول الصحافة العبرية. كنت وجهت لك الحديث أستاذ علي، القناة الثانية عشرة العبرية تتحدث عن دعوة إسرائيلية للتنسيق مع السلطة لمواجهة صعود حماس. هل تفترض ذلك هي أم ستلقى موافقة برأيك؟
يعني ما حاولت أن تقوله استشفته مما قاله جنرال صهيوني اسمه ميخائيل لينشتاين، ويقول أن ما كانت تفترضه السلطة الصهيونية والحكومة الصهيونية يبدو أن عملية سيف القدس قد ذهبت به أدراج الرياح، وهو على مستويين، مستوى أو ثلاث مستويات: التعاطي مع غزة، وأنهم الاعتبارات كون أن حماس ستضحي بالاستراتيجية وبالقناعة في مقاومة هذا الاحتلال الصهيوني لقاء أمور حياتية، هذا الأمر لم يعد موجودا، وأن حماس ستقف في إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل الميادين. على مستوى الضفة الغربية تحدث عن التنسيق الأمني، وهنا مربط الفرس، وما سماه لينشتاين التنسيق المقدس، وسمى أبو مازن بالاسم رأس السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي حافظ حتى الساعة على الهدوء النسبي في الضفة الغربية على الرغم من 4 جولات حروب صهيونية على قطاع غزة أدت إلى مئات الشهداء، واستشهد بما بعشر شهداء فلسطينيين سقطوا، ولكن الأمر لم يخرج عن السيطرة. ولكنه يقول أن هذا الواقع وهذه الفرضية الصهيونية غير قابلة للحياة دائما، وأن السبب الذي قد يخيف الكيان الصهيوني هو أمرين أساسيين: الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها أبناء الضفة الغربية، والمس بالمقدسات، وهذا ما يحاول اليمين أو الطرف الصهيوني أن يقوم بموضوع مسيرة اليوم. الأعلام فلينشتاين والقناة العبرية تنسف بهذه الأمر، كل ما كان يعني ما قبل سيف القدس ليس كما بعد. لكن ماذا عن السلطة الفلسطينية؟ هل نتوقع تجاوبا مع هذه الدعوات برأيه؟ السلطة الفلسطينية بأشخاصها الموجودين اليوم، لا نريد التعميم، ستستميت للدفاع عن التنسيق الأمني المقدس مع الكيان الصهيوني، لأنها ترى فيه الفرصة الوحيدة لعدم السماح، ليس لن أقول لقضاء، لعدم السماح لحركة المقاومة الإسلامية حماس بأن تشكل القدوة والقائد للشعب الفلسطيني، وهو ما حدث في العدوان الأخير، لأن حدثت مقارنة طبيعية بين ما قامت به المقاومة الإسلامية واستنفارها للدفاع عن المقدسات وما قام به السلطة الفلسطينية بشخص أبو مازن، وبالتالي فإن هذه السلطة من المتوقع أن تزيد من التنسيق الأمني، ولكن لن يكون هناك استجابة في الشارع الفلسطيني وحتى في أجهزة السلطة لهذا الخط. هناك من يقول لماذا لا تستثمر السلطة الفلسطينية ما جرى من حالة صمود بعد العدوان الأخير وتستثمره في أوراقها مع الاحتلال الإسرائيلي وكذا مع الأمريكان؟ يعني ليش ما يلعبوا السياسة؟ البعض بقول استفيد من الإنجاز الذي حصل في وابقى ماشي في مسار المفاوضات، لكن علي سقفك، هكذا البعض يقول. لماذا لا نشهد أمثال هذا الاستثمار السياسي أو اللعب السياسي من طرف السلطة برأيك؟ شخصيات السلطة طائعة تماما أن المواجه لهم يعرفهم ويعرف أنهم طيعين في يده، وأنه لا يملك هو زمام المبادرة بتحريك الشارع وبالوقوف بندية أمام الكيان الصهيوني. ما فعلته المقاومة الإسلامية حماس أنها قالت تضربون الأبراج السكنية، نضرب تل أبيب، تعتدون على القدس، نضرب رشقات صاروخية، سننتفض في الداخل الفلسطيني. أما السؤال هل تستطيع السلطة الفلسطينية القيام بهذا، وخصوصا بعد انقلابها عند كل مفصل على التفاهمات الفلسطينية ومسار المصالحة الفلسطينية، وكأنها تجيب عن سؤالك بأن كل ما قدمته في سيرتها الذاتية مؤخرا يشي بأنها لن تقدم على هذه الخطوة، لأنها اعتادت على التعاطي مع الصهيوني بصفة التابع وليس بصفة الند الذي يريد تحرير أرضه. كل الشكر لك أستاذ علي حسون، كنت ضيفا عزيزا معنا في هذه القراءة لأبرز ما جاء في الصحافة العربية وكذا العبرية. جولتنا التالية وقبل الأخيرة معكم مشاهدينا ضمن آخر مستجدات ملف فيروس كورونا. مختبر ووهان الصيني للفيروسات بدائرة الاتهام الأمريكي مجدداً. أعادت أوساط أمريكية مختلفة نبرة الاتهام للصين بشأن منشأ فيروس كورونا، بعدما كان ذلك الأمر محل سخرية بالرئيس السابق دونالد ترامب. وقبل بضعة أسابيع فقد نشرت مجموعة من علماء الفيروسات والأوبئة الأمريكيين رسالة في مجلة العلوم ساينس ماج تدعو إلى إجراء تحقيق أكثر شمولاً.
ويقول ستيفن سالزبرغ عالم الأحياء الأمريكي إن الصدفة التي جمعت بين معهد ووهان وسوق أغذية الحيوانات الذي يعتقد أنها مصدر تفشي المرض وتقع على بعد مسافة قصيرة من المعهد أكبر من أن نتجاهلها. تركيا: اقتربنا من هزيمة كورونا و25% تلقوا جرعة اللقاح الأولى. قال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إن وباء كورونا تراجع بشكل كبير ويوم هزيمته بات قريبا جدا، وأشار كوجا إلى أن عدد وفيات كورونا بتركيا الأحد بلغ 53 حالة فقط، ووصل عدد الإصابات إلى 5000، ولفت إلى التراجع الكبير بأعداد الوفيات وأعداد الإصابات في الآونة الأخيرة. وأعلنت الصحة التركية أن نحو 25% من السكان تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وأظهرت معطيات أن إجمالي التطعيم بالجرعتين ارتفع إلى 33,712,157 حتى الأحد. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، جولتنا الأخيرة ضمن جولة الصحافة لهذا اليوم، قراءة أبرز العناوين التي جاءت في المواقع الإلكترونية، ونبدأها في قراءة ما جاء في الجزيرة نت: مسيرة الأعلام بالقدس، تأهب أمني إسرائيلي لحماية المتظاهرين، ودعوات فلسطينية ليوم الغضب. كان هذا هو العنوان الرئيسي الذي جاءت به موقع الجزيرة نت. أيضا نقرأ فيما جاء أيضا: معرفتنا ببعضنا قديمة جدا، أردوغان اللقاء مع بايدن كان مثمرا، ودعوته لزيارة تركيا. هذا أيضا قرأناه فيما جاء في الصحافة الإنجليزية، وأيضا مع ضيفنا في قراءة مقال اليوم. أيضا توجيه تهمة الإرهاب إلى منفذ عملية الدهس التي استهدفت أسرة مسلمة في كندا. كان هذا أبرز ما جاء في عناوين الجزيرة نت. أما في الخليج الجديد فنقرأ: نيويورك تايمز، لهذا السبب لا يهتم جيران إسرائيل برحيل بنيامين نتنياهو. أيضا نقرأ: تحقيق أدلة جديدة ترجح تواطؤ مصر في قتل خاشقجي بمخدر محظور. كان هذا من العناوين التي جاء بها الخليج الجديد. أيضا من العناوين الأخرى: أول تصريح للجزيرة، شكري وزير الخارجية المصري: مصر وقطر لديهما إرادة لطي صفحة الماضي. وهذه أولى التصريحات التي جاء بها شكري بعد حمله لرسالة من السيسي إلى أمير قطر. الخليج الجديد أيضا كتبت عنوان: الإمارات تهنئ حكومة إسرائيل الجديدة وتتطلع للعمل معها، ضمن سياق بطبيعة الحال جولات التطبيع المستمرة بين أبوظبي وتل أبيب. أيضا نقرأ في صحيفة عربي 21: فلسطين تتأهب لإفشال مسيرة الإعلام والاحتلال يستنفر. كان هذا العنوان الرئيسي أيضا لصحيفة عربي 21. أيضا أحكام نهائية بإعدام 12 شخصا بينهم قيادات من الإخوان المسلمين. بالأمس كان هناك حكم يعني أثار العديد من ردود الفعل العالمية وحقوق الإنسان بطبيعة الحال. أيضا ضمن سياق موضوع الإعدامات: منظمة الإعدام بحق 4 بقضية 4 اعتقلوا قبل المجزرة بشهر. إذن ملف الإعدامات مفتوح، وهناك العديد من الانتقادات التي وجهت لمصر. واللافت في القصة أيضا مشاهدينا أن هذه الإعدامات صدرت من محكمة النقد، وهي أعلى هيئة حكم في مصر، وتعتبر أحكامها باتة، بمعنى أنه ما تبقى من القصة هو فقط التنفيذ. في بي بي سي عربي نقرأ: بايدن يتعهد بتحديد خطوط حمراء لبوتين، ضمن اللقاء المرتقب الذي ناقشناه ضمن هذه الحلقة في أكثر من زاوية. أيضا خبر صحي: الصداع وسيلان الأنف من أعراض سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا. أيضا بي بي سي المذيعة الشهيرة كريستان أمانبور تعلن إصابتها بسرطان المبيض. أيضا بايدن هذا تحدثنا عنه، كيف توسع تنظيم الدولة الإسلامية في قلب
إفريقيا. كانت هذه أبرز العناوين التي جاء بها موقع بي بي سي العربية. وبي بي بي سي ننهي جولتنا لهذا اليوم من جولة الصحافة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. أترككم في أمان الله.